دائما في اطار توزيع الاوسمه على السيدات والساده الاداريين والاساتذه والاداريين المنعم عليهم. الان نحن بصدد وسام استحقاق الوطني من الدرجه الاولى. طبعا سنكون سعداء بالتحاق السيد رئيس الجامعه مجددا بالمنصة وبمعيته السيد نائب عميد كلية الطب والصيدلة. السيد عبد الغني قرشي. كلية الطب والصيدلة وسام استحقاق الوطني من الدرجة الأولى. وسام استحقاق الوطني من الدرجة الأولى. هنيئا للسيد عز الدين بولعجول. السيد الحسن الشجعي. كلية الطب والصيدلة وسام استحقاق الوطني من الدرجة الأولى. سيدة لطيفة يعيش دائما كلية الطب والصيدلة وسام استحقاق الوطني من الدرجة الأولى.